بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما عودناكم كل يوم حد واربع بالساعه وبالدقيقه بنكون معاكم من 8 ل 9 ونص عشان نتناول كل الاخبار الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. والحقيقه قبل ما اروح طبعا لحلقتنا واخبارنا اللي معانا النهارده، اخبار كتير سواء على المستوى المحلي او العالمي. الحقيقه في خبر انا كنت قريته كده الحقيقه استوقفني كتير. الخبر انه خلينا اقول ليه عنوان كده، ايدج جاست نمبر، او العمر مجرد رقم. بجد ده مش هزار، يعني احنا شفنا الدوله المصريه مهتمه قد ايه، مهتمه بشكل يعني غير ما سبق ان الشعب كله يمارس الرياضه وان الشعب كله يهتم بصحته ويهتم بوزنه، وشايفين كل ده توجيهات من القياده السياسيه ان الشعب لازم يرجع يمارس الرياضه، مش يهتم باخبار الرياضه بس، لا يمارس الرياضه. الحقيقه في خبرين انا قريتهم الحقيقه اثبتوا لي صحه هذا الكلام. كابتن عصام ناصر ده سباح مصري عمره 86 سنه. سباح عمره كام يا كابتن هيثم؟ عمره 86 سنه، حصل على برونزيه العالم بطوله العالم، صورته معانا على الشاشه. برونزيه بطوله العالم للاساتذه 800 متر، عارفين يعني ايه 800 متر؟ يعني 800 متر ده في ناس اصلا ما بتمشيهمش، مش بتعومهم. 800 متر في كندا في 2017. كابتن عصام ناصر مصري، نفس عقليتنا، نفس تفكيرنا، نفس الكالتشر بتاعنا، مش هنقول بقى يعني جايبين حد من بره ما بيقولكوش ده حد في امريكا فنقول ده يعني مرفه او حد في اوروبا، مصري زيه زينا، شرب ميتنا واكل اكلنا. 86 سنه ما شاء الله، 2017 برونزيه بطوله العالم 800 متر، مش 50 متر، 800 متر. طب الخبر الثاني، كابتن خميس العدوي سباح مصري ايضا، عمره قد ايه؟ 74 سنه. اخذ برونزيه بطوله العالم للاساتذه للسباحه 3 كيلو متر عم، صورته معانا على الشاشه. 3 كيلو متر سباحه. اللي هو اصلا يعني في ناس في مصر لو خدتهم ماشي هتتعب. طب انا يعني بجد الخبر ده لو قعدنا فكرنا فيه فعلا احنا نقدر. لو بالاكل الصحيح وبالرياضه تقدر لغايه سن 86 سنه توصل لبطوله عالم، بقى بطوله الاساتذه وبيشارك فيها كل جنسيات العالم. يبقى يبقى عندنا بطل 86 سنه وبطل 74 سنه بيقف على منصات التتويج وهم بالاعمار دي، يبقى توجهات الدوله صح. يبقى اللي احنا بنقوله وبنعيده وبنزيده ان الرياضه لازم الشعب المصري يمارس الرياضه ويهتم بيها، مش بس يكون بيهتم باخبارها، لا يهتم بالرياضه. الحقيقه كان خبر لازم نعلق عليه ونقف عشان دي رساله بنوجهها لكل شعب مصر ان لازم ممارسه الرياضه. مش قادر تروح تعوم اتمشى، مش قادر تتمشى اركب عجل، مش قادر تركب عجل انزل اتمشى حوالين بيتك. يعني الموضوع مش صعب بس لازم نهتم بالرياضه، لان في الاخر ده هينعكس على الدوله وهينعكس على الاقتصاد المصري كله. خلينا نروح لاخبارنا، وزي ما عودناكم دايما بيكون اول خبر معنا هي كره اليد، كره اليد داخل النادي الاهلي. كابتن طارق محروس ما زال مستمر في اعداد الفريق، عمل ماتشات وديه الفتره اللي فاتت، دي طبعا لقطات من تمرين من احد التدريبات لكابتن طارق محروس مع الفريق. طبعا مستنيين عوده الدوري، بس بيني وبينكم كده في اخبار جايه لنا من جوه الاتحاد انه الدوري الجديد هتلعب في 10، القديم مش هيكمل. احنا في مباراتين او جولتين فاضل لنا مع نادي طلائع الجيش ونادي الزمالك، لازم نكسبهم عشان نلعب مباراه فيصل. النادي الاهلي بيستعد لهذا الاحتمال، ولكن الاخبار طبعا جايه لنا من جوه الاتحاد ان الدوري الجديد هيبتدي في 10. وخلي بالكم برده ما ننساش ان منتخب مصر بيتمرن في الغردقه، فطبعا انت هنا معلي الحمل وبتلعب ماتشات وديه عشان تبقى جاهز مع اللعيبه لما ترجع لك في اي وقت تلعب الماتشين باذن الله تبقى فول باور، لان ما عندكش وقت تعمل ماتشات وديه. هيبقى الولاد راجعين من المنتخب من الغردقه انضموا للمجموعه بتاعتنا اللي في النادي الاهلي، تاني يوم ممكن يبقى عندنا ماتش. فالحقيقه اللي جاي لنا او الاخبار اللي جايه انه بنسبه كبيره الموسم الجديد هتلاقي في شهر 10. وانتم عارفين طبعا ان الاتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر الحقيقة داخلين على تنظيم حدث عالمي هو كأس العالم، وهنفضل ننوه عنه ونقول ونعيد ونزيد إلى انطلاق هذه البطولة. كل التوفيق لكابتن طارق محروس وكل التوفيق لاتحاد كرة اليد في تنظيم هذا الحدث العالمي. كرة اليد أيضا الشباب مواليد 2000، مواليد 2000 يعني عندهم 20 سنة، هم دول مستقبل كرة اليد في النادي الأهلي. كسبوا الكأس من يومين بقيادة الكابتن صابر حسين، وبالمناسبة الكابتن صابر حسين هو ضيفي في حلقة النهارده. احنا ضيوفنا بيبقوا ابطال، وكابتن صابر حسين بهذا الجيل خد كاس مصر وبرونزيه الدوري، الحقيقه عمل انجاز كويس.
في ظروف صعبه وموسم استثنائي. طبعا دي لقطات من الفريق او صور للفريق. طبعا كان الماتش الشوط الاولاني خلص 16 14، كسبنا الزمالك 30 25، طبعا الفرق واضح، وكانت بطوله مهمه وبطوله ليها دلالات كتير. اولها مستقبل كره اليد في النادي الاهلي، هذا الجيل هو كمان 3 4 سنين هنلاقي ولاده هم اللي شايلين الفريق الاول. الف مبروك كابتن صابر، ولينا كلام كتير في الخبر ده مش هتوقف عليه كتير، لان لينا كلام كتير جدا هيكون مع كابتن صابر على مستقبل كره اليد في النادي الاهلي. خلينا نقول في كره اليد سيدات ايضا، النادي الاهلي سيدات فاز على الطيران ب 35 19، نتيجه كبيره. طبعا انتوا عارفين انه فريق اليد سيدات عندنا احلال وتبديل في الفريق، عندنا لاعبات بطله ولاعبات طالعه، فلسه فيه شويه تظبيطات في الفريق. الماتش طبعا خلص 35 19، فرق كبير يعني. الشوط الاول خلص 15 11، يمكن الشوط الثاني يعني ظهر التفوق، كان في صاله الامير عبد الله الفيصل. والماتش اللي جاي عندنا ماتش نادي الزمالك، هتلعب امتى؟ الثلاث الجاي. ماتش مهم وماتش قوي، كان المفروض يتلعب السبت بس اتاجل طبعا بسبب مباريات قبل نهائي الكاس. احنا الحقيقه زي ما وعدناكم هنكون مع ابطالنا في كل مكان، عملنا تقرير مع الفرقه بعد الفوز على نادي الطيران، نشوف التقييد ده وجه لحضرتك. لو ربنا كرمنا في ايدينا على المكسب بتاع المشوار الجايين دولت، هيبقى في ممكن ماتش فيصل مع الشمس لو فضلت على نفس بالاسلوب بتاعنا ده. طبعا احنا لو قدامنا هدف اصلا ان شاء الله نكسب بثلاث مباريات ايا كان الدوري ده مش لينا، وقلنا من الاول الموسم او من ساعه ما مسكت يعني دي الماتشات دي من ساعه ما قالوا موضوع الكورونا اللي هو هنرجع للمباريات تاني، اللي ده ناخدها كمان اعداد للموسم الجديد. هو في غيابات مشكله مش هتلعب معانا، يعني مش هتكمل معايا، يعني في عندي الاصابات معظمها الثلاثه والاربعه اللي عندي. اول حاجه عندي ساره حسام، دي عندها كسر في صباع، عندي يارا شحاته برضو عندها عامله عمليه غضروف، عندي ليلى شريف عندها تمزق، وعندي برضو ايه الجون عندها تمزق طبعا. وكمان احنا رجعت لنا كمان السنه دي وان شاء الله الموسم الجديد غدا حسام، جون مهم جدا بيلعب معانا. القانون بتاع الموسم اللي فات هو سامح لي بثلاثه لاعبات من 2000، انا بلعبهم يعني. الاسبوع اللي فات لعب معايا ثلاثه، والاسبوع ده لعب برده معايا ثلاثه. خلي بالك كمان ان الجون الثاني انا بس عندي مواليد 2002، منى سيد دي جون 2002 يعني لسه في مرحله الشباب، فبستعين بالناشئين وبستعين بالشباب اللي هم معايا. احنا كل ماتش صراحة يعني ليه تكتيك وليه الشغل يعني لازم يتعمل فيه، ما ينفعش ان احنا نستهتر يعني باي فرقة، كلهم سواء فاضل لنا زمالك او سبورتنج او شمس، التلات فرق كبار والتلات فرق لازم نلعب قدامهم بنفس المستوى، يعني ما ينفعش اقول دي او دي. ماتش كان ماشي كويس، ممكن شوية في الشوط الاول كان ازم معانا، بس بعد كده يعني لعبنا على الغلطات بتاعتنا بين الشوطين وكده والحمد لله يعني. طبعا الرجوع ما كانش سهل بعد حمارة في حياتنا نقعد الفتره دي يعني في البيت، بس الحمد لله يعني كابتن يحيى قدر يوقفنا على رجلينا في اسرع وقت يعني. طبعا الجون ليه تاثير كبير قوي طبعا، لما الجون يبقى فايق الفرقه بتاخد ثقه اكتر، بنعرف نفرق اكتر، بس طبعا برضو مهم ان الدفاع يساعد الجون. طبعا طبعا كلهم مؤثرين وكلهم فارقين معانا قوي، بس انا ممكن اقول يارا شحاته يعني بصراحة هي بقى لها سيزون اللي فات كله ما بتلعبش، وفعلا وحشتنا في الملعب يعني. هي ما شاء الله لعيبة كويسة ولعيبة يعني أنا بالنسبة لي أحسن وينج ليفت في مصر. ماتش سبورتنج يعني الناس ممكن تتوقع إن احنا نقول ماتش الشمس عشان احنا كان يعني خسرنا منهم كذا مرة، المرة اللي فاتت هم الأعلى في البوينتس كده، بس أنا شايفة إن ماتش سبورتنج أهم بكثير. طبعا المدير الفني كابتن يحيى يوسف تولى المسؤوليه قبل احداث كورونا، وطبعا دخلنا في كورونا ودخل بعد كده في الاعداد بعد عوده النشاط. خليني اقول لحضراتكم ان في ناس كتيره فاكره ان دوري كره اليد سيدات خلاص احنا بره، لا احنا مش بره، احنا عندنا ثلاث مباريات، الزمالك سبورتنج الشمس، كسبنا الثلاث مباريات هنلعب ماتش فيصل مع نادي الشمس. يعني اذا الموضوع في الملعب والبنات قادرين انهم يعملوا ريمونتادا كبيره ويرجعوا تاني يحصلوا على البطوله المفضله اللي احنا محتكرينها بقالنا سنين طويله، يرجعوا لها تاني ان شاء الله. زي ما قلت لكم الفريق في حاله احلال وتبديل، وزي ما انتم شايفين كابتن يحيى بيعد كتير منهم عشان ينضموا للفريق الاول. طيب اروح لفريق السله رجال. الحقيقه فريق السله رجال طبعا تخطى زي ما انتم عارفين نادي الجزيره، فريق المحترم تخطاه 3-1 في
الدور قبل النهائي لدوري السوبر، رحنا على نادي الاتحاد هنلعبه 5 مباريات، اللي يكسب 3 مباريات هو اللي يفوز بدوري السوبر. الحقيقه عندنا عبد الفضيل اللاعب رقم او في مركز 5 جاله التواء بالركبه، طبعا دي صوره عبد الفضيل احد الصفقات اللي انضمت للنادي الاهلي حديثا. اللاعب ده لاعب راجل، رجوله جامده جدا في الملعب، دفاع هجوم. الحقيقه جاله التواء في الكاحل، في الركبه. لما عملوا اشعاعات كان كل الناس اللي شافت الاصابه قالت غالبا صليبي، الحمد لله ما طلعش صليبي، ولكن محتاج فتره اعداد، فغالبا عبد الفضيل مش معانا في الماتشات. في البديل في بدائل كتير قوي الحمد لله، والنادي الاهلي عامل فرقه محترمه جدا في الباسكت بول. بس انا عندي رساله، عندي رساله بالذات مع الفريق كره السله بحكم ان انا كنت لاعب سابق طبعا في النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم انه الرساله الاولى للجمهور، جمهور النادي الاهلي لازم يدعم الفريق ده بكل قوه، وانا متاكد من ده. ليه؟ اولا الفريق ده فيه 9 لاعبين منهم اول مره او اول موسم يلعبوا مع بعض، اللي جاي من امريكا واللي جاي من في نادي تاني واللي جاي من واللي كان مصاب ورجع، فاذا الهارموني لسه ما جاتش. الباسكت غير اي لعبه تانية، الباسكت غني بالمهارات، هتجيب فرقه وتيجي تكملها يعني او تعمل فرقه تبقى محظوظ لو كسبت بطوله من اول موسم، تبقى محظوظ وقمه التوفيق لو خدت بطوله من اول موسم، بيحصل، ولكن عايز مجهود جامد واحنا في موسم استثنائي. فلازم الجمهور يدعم الفرقه ويفضل وراها ويصبر على اللعيبه، احنا 5 ماتشات، ممكن الماتش الاول ما يبقاش موفقين، الثاني يتوفق. فدي رساله لجمهور النادي الاهلي، جمهور او الرساله الثانيه بقى لفريق النادي الاهلي، الفرقه نفسها، الدفاع. الدفاع هو اللي هيجيب لك بطوله. الهجوم ممكن يكسبك ماتش. احنا لما بنقفل انسايد بنتريشن وبنقفل وبنضيق المساحات في الملعب وبنستحوذ على الكره دفاعا وهجوما، بنكسب حتى لو ما كناش موفقين في الايه، في الهجوم. خلي بالكم انا بقول الكلام ده للعيبه، اللعيبه مهم جدا ندافع، دافعوا. واللعيبه انا متاكد ان انتوا على قلب رجل واحد، ولكن الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع. دافعنا ان شاء الله، انا بقول لكم باذن الله هنبارك لكم على دوري السوبر، وكل الدعم وكل يعني زي ما بيقولوا التمنيات والدعاء ليكم ان شاء الله ان ربنا يوفقكم، لان الحقيقه بطوله مهمه وبطوله بتبين الاكفأ. ليه؟ لان انت بتلعب عشان تقول انت كسبت الخصم، ما بتكسبوش ماتش، بتكسبه على الاقل 3، فطبعا اكيد بتبقى انت افضل. كل التوفيق لفريق السله وكل التوفيق لكابتن اشرف توفيق. طيب نروح لسيدات كره السله. زي ما قلت برده مرارا وتكرارا هم اكتر فريق استفاد من التوقف والنتائج بتقول كده، ودي لقطات ارشيفيه قبل كده. طيب الاهلي هيلعب مين؟ الاهلي تاهل مع مصر للتامين في دور في الربع النهائي، كسبنا 2-0. هنطلع في قبل النهائي هنقابل هليوبلس. هليوبلس عنده معنويات عاليه جدا، خد كاس مصر مع اداره فنيه جديده، كابتن هاب الالفي طبعا ابن النادي الاهلي تولى المسؤوليه الجديده، يعني نادي هليوبلس بشكل جديد بتوب جديد. على فكره المباراه دي كانت ضد هليوبلس بس كانت في تحديد المراكز، وكسبنا فرق 40 نقطه او قرب ال 40 نقطه، ولكن ده مش مقياس. كل مباراه ليها ظروفها، كل مباراه ليها يعني الاحوال المحيطه بيها. فخليني اقول لكم ان المبارتين دول هيتلعبوا، وهنلعب 3 مباريات، اللي هيكسب 2 هيفوز بالايه؟ بالنزال او هيفوز بالمنافسه. المباريات اتحددت 5 و7 و9 الشهر الجاري. لو اي فريق الشهر ده شهر 9 تاني 5 و7 و9 الشهر ده، يعني اول مباراه كمان 3 4 ايام اللي هو يوم 5. طيب اي فريق فاز باول ماتشين او يوم السبت القادم، يوم السبت القادم اي فريق فاز باول مباراتين اللي هم 5 و7 خلاص ما نروحش المباراه الثالثه. نروح المباراه الثالثه امتى؟ لو تعادلنا 1-1. كل التوفيق طبعا لكابتن علي هاشم. البنات الحقيقه بذلين مجهود، طبعا احنا سامعين على صفقات كتير بس مش هنعلن الكلام ده الا طبعا بعد ما النادي الاهلي يعلن عنه. في تدعيم قوي جدا لفريق كره السله سيدات الموسم الجديد، ولكن ان شاء الله نتعدى بس الخطوه اللي جايه دي ونبقى في النهائي ان شاء الله، ولكل مقام مقال. كل التوفيق لكابتن علي هاشم وسيدات كره السله بالنادي الاهلي. طيب نروح لكره الطائره رجال. النادي الاهلي فاز على هليوبلس في مباراه الحقيقه 3-0، مباراه كانت كويسه لطيفه، النادي الاهلي فاز بيها بسهوله. كده النادي الاهلي رجال فاضل له 4 ماتشات، 3 مباريات نكسبهم نحسم الدوري. 3 مباريات كابتن ميدو مصلحي يعني والرجاله يكسبوهم خلاص حسمنا، المباراه الرابعه تبقى مباراه تحصيل حاصل وهنستلم فيها درع الدوري. خليني اقول لكم انه مباراه هليوبلس اللي فاتت خلصت 25-12 25-20 25-16، وكابتن ميدو مصلحي غير اللعيبه كلها، كله لعب وكله شارك. وتاني بناكد عبد الرحمن سعودي غايب عشان الام في الحوض،
كل يعني التمنيات انه ان شاء الله يعني يخف ويلحق الفرقه بسرعه. المهم نطمن عليه هو. انا بس عايز اقول لكم ان اصابات الطايره، الناس تقول لك الطايره هو ما فيش احتكاك، انا عايز اقول لكم ان اصابات الطايره بتبقى من اخطر الاصابات. يعني انا عايز اقول شفنا منعم لما اتصاب في بطوله افريقيا وقع على رجل المنافس جوه الملعب. اصابات بتبقى عنيفه جدا وللاسف اصابات بتطول، بس ان شاء الله عبد الرحمن اصابته الام بسيطه يرجع تاني ان شاء الله للملعب ويكون اضافه قويه لفريق النادي الاهلي والمنتخب مصر. نروح لكره الطائره سيدات. كره الطائره سيدات فازوا على هليوبلس بنتيجه 3-0، المباراه كانت سهله برضو. كابتن حمدي الصافي ضفنا الحلقه اللي فاتت وقال لنا كل الكواليس. الحقيقه فازوا بمباراه سهله الحمد لله، وزي ما قلنا وعدنا برضو، فخلاص الفريق اللي انتم شايفينه قدامكم ده حسم بطوله الدوري خلاص. فاضل لنا ان شاء الله ماتش واحد باذن الله هيكون ضد الزمالك يوم 11 سبتمبر، وهيكون في تسليم الدرع العام، هيستلموا البنات ان شاء الله في هذه المباراه عشان دي اخر مباراه، برغم ان احنا حسمنا ولكن زي ما انتم حضراتكم عارفين ما بتستلمش الدرع الا في اخر مباراه في المنافسات. كل التوفيق لكابتن حمدي الصافي والبنات ان شاء الله، ويأدوا اداء كويس في المباراه المتبقيه ان شاء الله. طيب الاهلي ناشئات او انسات تحت 19 سنه احتلوا المركز الثاني بعد ما خسروا من نادي الصيد 3-2، مباراه كانت عنيفه جدا، مباراه كانت قويه جدا الحقيقه، كل اللي تابع المباراه استمتع بيها جدا. طبعا بنقول لنادي الصيد طبعا مبروك، وبنقول طبعا لبناتنا مبروك على المركز الثاني ايضا. الحقيقه كانت مباراه قويه ممتعه طبعا، الفريق بقياده كابتن احمد عبد الفتاح، وزي ما وعدناكم برضو بنكون في كل الاماكن وفي كل المنافسات المهمه. كاميرا الابطال كانت هناك، وصورت تقرير مع المدير الفني واللاعبات. نشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. مباراه تقيله وبطوله ليها ظروف خاصه، ظروف ان احنا وقفنا ورجعنا وقفنا ورجعنا، ومشكله تانية ان البنات عندي كذا بنت بتلعب درجه اولى وبتلعب 16 وبتلعب 18 فحمل عليهم، وفي اصابه حصلت في اول الشوط فرقت معايا جدا جدا، والحمد لله هارد لك. والاهلي متعودين على البطوله على طول، متعودين مركز اول، متعودين كاس وميداليا مركز اول. بالنسبه لنا لما ناخد مركز تاني ده صعب، بس قدر الله ما شاء فعل. نبص لبعدين، نبص ان احنا نجتهد، نبص ان احنا نعمل ايه تاني صح عشان نفضل نبني كيان النادي الاهلي. النادي الاهلي اسمه لكيان، لازم كل مدرب وكل لعيب يحافظ عليه بان هو يكسب ويتوج بالكاس ويتوج بالكاس. احنا قعدنا فتره 3 شهور، بدينا فتره قليله اعداد للفرقه، هنكمل عليها، هنكمل عشان الماتشات ان شاء الله هنبدا ماتشاتنا على طول بعد شهر، وماتشات برضو هنبدا ماتشات تقيله وماتشات القاهره وماتشات الجمهوريه، فلازم نركز فيها. زي ما قلنا لحضراتكم ده موسم استثنائي، لان كان طبعا في توقف زاد لاربع شهور او 5 شهور، فطبعا كل الحسابات بتتلخبط، ممكن فرقه تبقى كويسه وبعد كده ترجع تنزل، الموضوع صعب. ولكن النادي الاهلي مع ذلك حقق بطولات كتير جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت، وخلي بالكم احنا بنعمل في اخر الموسم حصاد، وهتشوفوا قد ايه وحجم الشغل المبذول جوه النادي الاهلي، ومش الشغل بس، وحجم الانفاق اللي بيصرف على الفرقه الرياضيه كامله جوه النادي الاهلي. هنعمل لكم حلقه اكيد في اخر الموسم عشان يبقى زي كشف حساب مع جمهور النادي الاهلي، عشان تفخروا بالنادي الاهلي كمان وكمان. احنا كده كنا خلصنا اخبارنا داخل جدران القلعه الحمراء، خلينا نروح للاخبار المحليه. انتوا عارفين طبعا ان احنا في تنس الارضي عندنا محمد صفوت، وقلنا وكل حلقه الحقيقه بنتكلم عنه، هو احسن لاعب في مصر للتنس الارضي، ترتيبه على مستوى العالم 131، دي صور لمحمد في بطوله امريكا المفتوحه. محمد كان ترتيبه 131، ما كانش هيقدر يخش بطوله امريكا المفتوحه، لان بطوله امريكا المفتوحه بتاخد 128 لاعب فقط. في 3 لعيبه اعتذروا وربنا كتب له انه يخش، ودي طبعا كانت يعني هديه من السماء لمحمد عشان يشارك في بطوله امريكا المفتوحه، لان دي من اهم البطولات العالميه في التنس. محمد لعب الدور الاول ضد الفرنسي جيل سيمون، للاسف خسر بنتيجه 3-0. الحقيقه المجموعه الاولى كانت هي شويه اللي كان محمد يمكن كان هايب الموقف شويه، كانت 6-1. بعد كده المجموعه الثانيه والثالثه 6-4، دي بتدل على ان محمد صفوت رجع للمباراه ثاني، والحقيقه كل الناس اشادت بادائه. يعني احنا تابعنا الصحف العالميه اشاؤوا بادائه وقالوا ان هو يعني ادى اداء رائع. الحقيقه كنا نتمنى انه يكمل، ولكن الف مبروك، لان طبعا محمد لاعب منتخب مصر واللي هيلعب الاولمبيات، وخلي بالكم هو
يعني جيل سيمون مصنف رقم 54 على العالم. يعني عايز اقول لكم انه كان لاعب بيلعب خصم مش سهل، فكونه يطلع معاه في مجموعتين 6-4 6-4 يعني ايه؟ يعني احنا وصلنا 5-4، فكان ممكن كان ممكن يحصل ايه يعني، كان لو هو ما كسرش ارسال كنا بقينا 5-5. يعني قصدي اقول لك انه لعب مباراه كبيره، والارقام بتقول هو يمكن اول مجموعه. طبعا بطوله امريكا للتنس دي بطوله مجموعه جوائزها بتقرب من 33 مليون دولار، انتوا متخيلين يا جماعه الرقم؟ فبطوله بيشارك العالم كله فيها، وكل اللعيبه بتبقى جاهزه ومستنيه البطوله دي. هارد لك محمد، كل التوفيق ليك فيما هو قادم. خلينا نروح طبعا لميار شريف، احسن لاعبه في التنس الارضي في مصر. ميار دي صوره ليها طبعا، بتلعب بقى مش بطوله امريكا المفتوحه، بتلعب بطوله براغ المفتوحه في التشيك. تشيك الحقيقه البطوله دي مهمه ايضا، بطوله قويه جدا. الحقيقه عملت مفاجاه وتاهلت لدور 32. طيب كسبت مين؟ كسبت المجريه دلما جلفي، الماتش كان جامد جدا وخلص بمجموعتين لمجموعه واحده. طبعا يعني حققت مفاجاه اكيد الماتش ده وتاهلها للدور 32 هيفرق معاها جدا في الرانك العالمي بتاعها. طب هتقابل مين في دور 32؟ هتقابل ايفانا يوروفيتش، لعيبه جامده صربيه جامده جدا الحقيقه. فهي بس ان شاء الله لو ادت الاداء اللي ادته في المباراه اللي قبل كده ان شاء الله تتخطاها وتطلع دور ال 16، هيبقى انجاز كبير جدا. خلي بالكم كل مجموعه بتكسبها في التنس بتديك بوينتس بتفرق معاك في الرانك العالمي بتاعك. الحقيقه اللي بيتابعوا التنس عارفين ان التنس لعبه ممتعه جدا جدا جدا، وكل بقول لك شوط يعني ممكن حتى النقطه تفرق معاك في الرانك بتاعك. كل التوفيق لميار، وعلى فكره ميار بنت النادي الاهلي وطالعه وهتلعب اولمبياد ايضا، هتلعب اولمبياد طوكيو 2021. كل التوفيق لميار وكل التوفيق ايضا لصفوت. وزي ما قلنا لكم احنا هنتابع كل نجومنا في كل حته في العالم، هنمشي ندور عليهم ونجمه لكم على شاشه الابطال. طيب وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، طبعا كان من يومين يوم الثلاث اللي فات كان في مؤتمر صحفي بخصوص ايه؟ بخصوص الاستعدادات لقرعه كاس العالم، ودي طبعا لقطات من المؤتمر في احد الفنادق الكبرى في النادي في في في, في العاصمه المصريه القاهره. وكان بخصوص ايه المؤتمر ده؟ كذا حاجه. اول حاجه انه طبعا بيعرف الناس بالبطوله، هيبقى الافتتاح شكله ايه؟ الافتتاح او القرعه الاول، القرعه هتبقى تحت سفح الاهرامات. هو كان المفروض يتعمل في المتحف الكبير اللي بيتم انشاؤه الحاجه العظيمه دي، ولكن بسبب ظروف كورونا تاخر افتتاح المتحف، فاتنقل حفل القرعه او قرعه البطوله لسفح الاهرامات. طيب البطوله او القرعه امتى؟ يوم 5/9 يوم السبت القادم. خليني اقول لحضراتكم ان الدكتور اشرف صبحي قال بعض المعلومات المهمه جدا. انتوا عارفين الاربع صالات المغطاه اللي تقام عليها البطوله اتكلفت تطويرها وتجديدها 3.2 مليار جنيه، رقم كبير جدا جدا. ده لو دل فبيدل على ايه؟ اهتمام الدوله الشديد بالرياضه واهتمامها باستضافه الاحداث العالميه الكبرى. ليه؟ لان ده فيها رساله كبيره جدا للعالم كله عن اللي احنا عايشينه، ومفيش احسن من الرياضه. طيب كاس العالم ده هيشارك فيه 32 دوله من العالم، 5 دول من افريقيا ودول كتير جدا جايه من على مستوى العالم. حاجه تانية برضو عايز اقولها، انا قريتها كمان لما فتح الاتحاد او اللجنه المنظمه فتحت انا عايز بس اقول لكم، انا اسف، رئيس اللجنه العليا المنظمه رئيس الوزراء. انا متخيل يعني انتوا عارفين قد ايه الاهتمام الدوله انها تحط معالي طبعا او دوله رئيس الوزراء على راس اللجنه المنظمه، فبدا بيدل اهتمام مصر جدا بهذا الحدث. طيب لما فتحوا باب التطوع اتقدم 6000 متطوع. انتوا متخيلين الرقم يا جماعه؟ 6000 شاب مصري بيجيد اللغات ومن احسن شباب واروع شباب مصر اتقدموا يكونوا متطوعين للمشاركه في تنظيم هذا الكاس العالم او كاس العالم اللي جاي على ارض مصر. خليني اقول لكم انه مش بس كوره، يعني الموضوع مش كوره. لما بيتقدم 6000 واحد بالشكل ده معنى كده ان مصر كلها حاسه بقيمه هذا الحدث. كامة الأبطال كانت موجودة في المؤتمر، عملنا لقاءات مهمة، خلينا نشوف هذا اللقاء وارجع لحضرتك تاني. شوف لما يبقى رئاسة الدورة لمعالي رئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء هو تحت رعايته ومعاه 18 وزير، ده حجم ضخم جدا من الحكومة. وزارة الصحة مسخرة لنا تماما، الرئيس
رؤساء قطاعات الصحة معانا في اللجنة الطبية ودول كبار رجال الدولة موجودين معانا. الدكتور أشرف صبح زي ما انتم شايفين وزي ما الكابتن هشام قال لم يبخل عن المنتخب في أي لحظة من اللحظات. تقليل العدد دي نمرة واحد. نمرة اتنين التباعد زي ما حضرتك شفت في الصالة النهاردة التباعد. نمرة ثلاثة الناس كلها لكن تلبس ماسكات، الناس وهي داخلة كلهم هنقيسلهم درجات الحرارة، هيبقى في الكلور لتعقيم الأيدي. يعني بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد وزير الشباب على كل الرعاية وعلى كل المساعدات اللي بتقدمها الدولة المصرية لإنجاح هذه البطولة، وكلنا إن شاء الله آمنين إن البطولة دي تطلع بأحسن مظهر يليق باسم مصر سواء من ناحية الحضارة أو التاريخ. وإحنا عارفين كلنا إن إحنا البطولة دي تحدي كبير لنا كلنا. هبتدي بمعالي الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي. أنا حضرت التكريم بتاع المنتخب اللي كسب كأس العالم لفظا واحدا، اللي عايزه اتحاد كرة اليد تسهله لهم كل حاجة، دي ناس بتشتغل كويس وحياتنا نتائج كويسة اللي هم عايزينه يتعمل لهم. فطبعا بعد هذه بعد هذا التوجيه اعتقد كل حاجه ميسره، وساعدنا في هذا ان معالي رئيس الوزراء لاعب كره يد سابق فدي لعبته المفضله، الدكتور اشرف صبحي صديق عزيز وعارف يعني ايه الاتحاد المصري لكره اليد، رمز مصر هي الاهرامات، فنقل القرعه لصفح الاهرام ده دليل ان احنا عايزين نرسل رساله واضحه لمصر، احنا مصر الحضاره، مصر اللي عملوا الهرم ده اللي انتوا هتشوفوه يقدروا يعملوا اي حاجه في التنظيم. ابتدينا معسكر المنتخب، عملنا اسبوعين لغايه دلوقتي في الغردقه معسكر ولا اروع، حاليا هم في معسكر هنا في القاهره لمده اسبوع وهيرجعوا تاني اسبوعين تانيين، لان الفتره دي بالنسبه للمدرب فتره مهمه جدا لاعاده اللياقه البدنيه والفنيه للفريق قبل ما يخشوا في اي احتكاكات. بنحاول ننظم بطوله هنا او مباريات وديه هنا في مصر، وافق الارجنتين والبحرين هيجوا يلعبوا هنا في مصر على بال ما نجهز معسكر خارجي ان شاء الله قبل البطوله. بكل تاكيد احنا عندنا اكبر من تحدي، التحدي الاول ان دي اول مره 32 فريق بيلعبوا في 8 مجموعات، كل مجموعه يكون اربع فرق، عندنا اربع ملاعب لازم تكون جاهزه، ثلاثه منهم ملاعب بتنشا خصيصا للبطوله، اضاف تحدي اضافي اللي هو مكافحه وباء كورونا، وده تحدي كبير بيفرض علينا بعض الالتزامات والاشتراطات الصحيه والتنظيميه اللي احنا ان شاء الله قدها ونقدر نوصل رساله عالم ان احنا فعلا دوله متحضره وقادره على اتخاذ كافه الاجراءات لحمايه كافه اللاعبين وعناصر اللعبه. كمان بالاضافه لده ان احنا دي اول بطوله مجمعه بعد جائحه كورونا، وكل انظار العالم بقت قدام الشاشات هتنتظر البطوله دي هتتنظم ازاي عشان يتخذونا مثل يحظوا بيه في بقيه البطولات الاخرى. طبعا زي ما شفتوا حضراتكم حجم الجهد المبذول. انا بس عايز اقول حاجه، انه تم ايضا والاعلان في او الاعلان في هذا المؤتمر عن كره البطوله، والكره الحقيقه بتحمل علم مصر، كره شكلها شيك جدا جدا، وتم الإعلان أيضا عنها في هذا المؤتمر الصحفي. وخليني أقول لكم أن القرعة اللجنة المنظمة قللت عدد الحضور عشان يحصل تباعد اجتماعي كافي، عشان طبعا فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية اللي بتتبعها الدولة، فتم تقليل عدد الحضور في القرعة اللي هتتعمل يوم 5/9 يوم السبت القادم. كل التوفيق لاتحاد كرة اليد، بل كل التوفيق للدولة المصرية في تنظيم هذا الحدث الكبير. أروح معاكم لآخر خبر عندنا في الأخبار المحلية، الاسكواش المصري. طبعا الاسكواش دايما بقول احنا برازيل العالم في الاسكواش، عندنا يعني ابطال العالم يمكن اول 50 ممكن تلاقي منهم 45 بطل مصري. الحقيقه بطوله بريطانيا المفتوحه للتنس للناشئين الاسكواش، انا اسف ناشئي الاسكواش، خليني اقول لكم ان البطوله دي بتبقى اقوى من بطوله العالم. ايه السبب؟ انه الاتحاد المصري او بطوله بريطانيا المفتوحه ما بتقبلش اي حد يروح يشارك، يعني اي بطوله في العالم انت بتروح تقدم تشارك تدخل، الرانك العالمي بتاعك بيفرق ايا كان، انما في مصر او في بطوله بريطانيا المفتوحه الاتحاد البريطاني بيطلب بالاتحادات اول 5 أو 6 لاعبين فقط، فالاتحاد المصري بيعمل منافسات داخليه في مصر عشان ياهل 5 لاعبين للبطوله دي. البطوله دي اتلغت بسبب احداث كورونا للاسف. البطوله دي بيشارك فيها اكتر من 6000 لاعب بيشاركوا فيها. البطوله دي يعني عايز اقول لكم يعني اقوى من بطوله العالم، يعني شوفوا بطولة العالم بطولة بريطانيا المفتوحة دي بتبقى أقوى ليه؟ لأن لازم تبقى رانكينج في بلدك. أي بطولة تانية، بطولة أمريكا مش لازم تبقى رانك، ممكن تبقى يعني أي لاعب بيحب يشارك يشارك، إنما
بطولات اخرى كتير، انما بطوله بريطانيا لا، بيشترطوا اللعيبه المصنفين الجامدين جدا في كل الدول. تخيل 6000 لاعب ما فيهمش ولا لاعب وحش. البطوله الحقيقه اتلغت، كنا نتمنى انها تتلعب، وكانت هتلعب من فتره من 2 ل 6 يناير الحقيقه، من احد البطولات الحقيقه اللي كان واحد بيتابعها وكان بيهتم بيها جدا. قبل ما نروح لاخبارنا العالميه الحقيقه معانا اخبار كتير ايضا عالميه تهمكم، هطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد، نروح على اخبارنا العالميه. الحقيقه اخبارنا العالميه النهارده ما بين باسكت الام بي اي الامريكي والتنس بطوله امريكا المفتوحه. الحقيقه زي ما قلنا في الام بي اي، قلنا ان جمعوا اللعيبه كلها قاعدين في الفيلد هاوس، كامب موجود في فلوريدا في اورلاندو في ولايه فلوريدا. الحقيقه اللعيبه بقى لهم اكتر من شهر متجمعين في مكان واحد بيلعبوا المباريات. انتم متخيلين حجم الضغط العصبي والشد العصبي؟ اللي بيخرج اللي بيخسر طبعا بيغادر المعسكر، اللي بيكسب مكمل. فالماتشات لسه مكمله معانا 3 اسابيع كمان او 4 اسابيع. انتوا عايزين يعني شهرين اللعيبه هتبقى في مكان واحد ما خرجتش حتى شافت اسرهم، عشان طبعا يحدوا من انتشار المرض. في فرقتين سيلتكس وتورونتو. تورونتو حامل اللقب السنه اللي فاتت، اتاهل لقبل النهائي، وبيستون سيلتكس اتاهل برضو لقبل النهائي، الاثنين بيلعبوا بعض. الحقيقه حصل مفاجاه كبيره ان سيلتكس فاز في مجموع المقابلات 2-0 على تورونتو، على حامل اللقب، يعني حامل اللقب متاخر دلوقتي ب 2-0. طبعا دي لقطات من المباراه. انا عايز اقول لكم انه المباراه خلصت نتيجه 102-99. بوستون سيلتكس كان متاخر 12 نقطه، ماركوس سمارت لاعب بيستون سيلتكس حط 5 رميات ثلاثيه في الكوارتر الاخراني، 15 بونت عوض الفرق. وكان الماتش رايح ناحيه تورونتو، بيستون سيلتكس لابسين اخضر، تورونتو اللي لابسين ابيض. الحقيقه ال 15 بونت دول ساعدوا فرقتهم في ان هم او ساعد فرقته ماركوس انه يقدر يرجع كام باك للجيم في الكوارتر الرابع ويكسبوا الكوارتر الرابع. زي ما انتم شايفين طبعا دي يعني احد الالعاب اللي بتحب يعني بيحبها الجمهور جدا. As Smart into the postseason here. Smart, three ball again, hits again. And the Celtics extend their lead. Marcus Smart with 4. Fourth quarter three. Tatum, nice pass. Smart launches. Oh, it's good! And a foul! Marcus Smart is owning the three-point line tonight. He's got 5. Good defense, Tatum getting the strip. Now a 2-on-1. Tatum leaves it for Walker, who finishes at the rim. The lead. Ibaka's got Walker on the switch. Step back. شفنا الخمس ثلاثات بتوع سمارت، الحقيقه 15 بونت. انا اتمنى يعني يبقى معانا لعيب زي ده، 5 ثلاثات في كوارتر رجعوا الفرقه تاني للجيم وكسبوا الجيم طبعا 102-99. في برضه مباراه كانت من امبارح، دينفر او ناجتس فاز على يوتا جاز. الحقيقه الماتشات دي او الماتش ده كان فيه حدث مهم جدا، انه الفريقين كانوا متعدين 3-3، والمباراه دي كانت المباراه الفيصل، اللي هيكسب هيتاهل. طبعا الناجتس اتاهل على حساب يوتا جاز. انا عايز اقول لكم ان الناجتس كان متاخر 3-1، كانت النتيجه ليوتا جاز 3-1، وعمل كامباك كسب الجيمات اللي ورا بعض لغايه ده لاعب نيكولا، لاعب طبعا يوتا جاز من احد اهم اللاعبين اللي موجودين في الان بي اي. الحقيقه المباراه خلصت 80-78. عايز اقول لكم انه اليوتا او الناجتس ده الفرقه رقم 12، الفريق رقم 12 على تاريخ الان بي اي اللي يعمل كامباك بالرقم بالمنظر ده، يعمل كامباك من 3-1 يكسب 4-3. Jamal Murray fighting over screens. He was talking to himself at the other end. Gobert! Rudy! And one! Wow! Hanging in the air with one hand. And Donovan Mitchell is hyped. Just have to trust your game. I like the way they're running their sets and getting quality looks. Forget tired! Mitchell ties the game at 74. Shot clock at 5. Connelly in the paint. Gobert finishing, and we're tied. Jokic against Gobert. Backs him down. Gobert stays on his feet. Tough shot.
made it. Jokic giving Denver a two-point lead. Points not patience. Old school basketball. Back him in. Get to your spot. نيكولا اللي لعب اللعبه الاخيره دي حط 27 بونت بس ما كانوش كافيين لتاهل فرقته. اللي عايز اقوله لكم ان نتعلم من المباراه دي ايه؟ المباراه دي بالرغم ان الناجتس كان متاخر 3-1 كسب 4-3 في الاخر. ده ادعى او يخلينا نقف جنب فرقتنا ان شاء الله في مقابله الاتحاد السكندري. الفرق الوحيد ان هم بيلعبوا بيست اوف 7، احنا بنلعب بيست اوف 5، يعني هم بيلعبوا في مصر بنلعب الاحسن او احسن خمس مباريات او الاحسن في خمس مباريات. ال NBA بيلعبوا الاحسن في 7 مباريات، طبعا فرق المستويات وفرق السرعات بيمكن لعيبه ال NBA انهم يلعبوا 7 مباريات، اكيد ده طبعا صعب يحصل في مصر. الحقيقه في خبر تاني شفناه مهم جدا. الخبر ده يعني شفناه انه حاجه تفرح كل العرب. في لاعبه تنس ارض اسمها انس جابر، لاعبه تونسيه ترتيبها حاجه و50 على مستوى العالم. انس الحقيقه كسبت في بطوله امريكا المفتوحه، لا كسبت البولنديه كاترينا كاوا وتأهلت للدور اللي بعد كده وكسبت أنس بنتيجة 2-0. هتطلع هتقابل كالا كانيبي المصنفة رقم 100 عالمية، والماتش ده هيكون بكرة الخميس. الحقيقة حاجة أسعدتني جدا نلاقي بطل عربي موجود في بطولة زي دي وبيتخطى الأدوار الأولى. الحقيقة يعني وبطولة كبيرة زي بطولة أمريكا المفتوحة. الحقيقة كل التوفيق لأنس، والحقيقة يعني ده خبر لقيناه مهم جدا إن الناس في مصر تعرفه، لأن إحنا لو ما حطيناش الضوء على اللاعبات دي وما هنحط الضوء على مين؟ يعني الحقيقة حاجة تشرف، ودي يعني لقطات من المباراة. جبار. جيم سادا ماتش جبار. وزي ما قلنا لحضراتكم اللاعبين او اللاعبات في التنس ما بيسلموش بايديهم دلوقتي، بيسلموا بالمضارب. كان زمان الحركه دي يعني تعتبر يعني انت بتسخر مني، لا بقى دلوقتي يعني في زمن كورونا بقينا بنشوف حاجات الحقيقه يعني عمرنا ما كنا هنشوفها. طيب سيرينا ويليامز لعيبه التنس المصنفه الثالثه على العالم، الحقيقه طبعا نجحت في الصعود في الدور الثاني، فازت على مواطنتها الامريكيه كريستيني اهن. الحقيقه خليني اقول لكم طبعا دي سيرينا ويليامز قاطره بشريه، طبعا هي دي اللي قدامنا. الحقيقه فتنس وقوه بدنيه غير طبيعيه. فازت بنتائج المجموعات 2-0 7-6 7-5 6-3. سيرينا ويليامز الحقيقه على الشاشه وحش، وكمان مش كده بس، ليها اخت كمان لاعبه عندها 40 سنه ما زالت بتلعب لغايه دلوقتي، فينوس طبعا. وعايز اقول لكم انه يعني انا شايف ان سيرينا لو نزلت بطولات الرجال هتجيب رقم، يعني ما شاء الله يعني السيرف بتاعها وادائها. طبعا عشان كده انا برجع اقول اللياقه البدنيه هي الاساس في الرياضه، والطفره البدنيه هي اللي بتعمل اللاعب طفره في مستواه الفني. الحقيقه برضو في مباراه احنا شفناها في بطوله امريكا المفتوحه حبينا برضو نجيبها لحضراتكم، ماتش لاعب تاخر بمجموعتين عمل ريمونتادا وكسب 3-2. مين اللاعب ده؟ موراي الانجليزي، وكان بيلاعب يوشيتو الياباني. والحقيقه بعد ما تاخر مجموعتين 4-6 و4-6 كسب 7-6 7-6 6-4. طبعا ده اللاعب الياباني يوشيتو، وموراي هو اللاعب الثاني. الحقيقه مباراه كان فيها ريمونتادا عاليه، وحسينا ان المباراه دي مهم تشوفوها وتشوفوا الحماس اللي كان فيها. Juice.
شايفين نظرة موراي عاملة ازاي؟ يعني بعد المباراة هو بيبص ازاي؟ أنا عايز أقول لكم حاجة، يعني أحلى مكسب بيجي اللي بيجي بعد معاناة. يعني لما بتاخد الماتش سهل ما بتستمتعش، إنما لما بتيجي متأخر وتتأخر وتلاقي نفسك خلاص بعدت عن الماتش وتعمل كامباك وريمونتادا وترجع وتكسب، بيبقى أحلى مكسب. الحقيقة بكده تكون أخبارنا العالمية انتهت، وهنطلع لفاصل عشان طبعا أستقبل كابتن صابر حسين، طبعا نجم النادي الأهلي السابق وأحد أبطال مصر السابقين في الجيل الذهبي، اللي هو مدير فني فريق الشباب اللي حصل على كأس مصر منذ يومين. هنقعد معاه نتكلم عن مستقبل النادي الأهلي، عن البطولة. ابقوا معنا إلى فاصل وارجع لكم تاني. أهلا بحضراتكم من جديد. في البداية بحب أرحب بضيف نجم مصر السابق الكابتن صابر حسين والمدير الفني لشباب كرة اليد واللي حصل على كأس مصر منذ ايام قليله. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن هيثم، وسعيد شفتك. واحنا سعداء ان حضرتك منورنا ومشرفنا في قناه النادي الاهلي. تعيش يا كابتن هيثم، ربنا يخليك يا رب. طبعا بنقول لك مبروك على هذا الكاس يعني الغالي، والكاس ده جه في فاصل الحلقه اللي فاتت، رحنا فاصل ورجعنا والله قالوا لي الكاس جه. والله احنا اول حاجه بس عايزين نبارك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، ولاده الشاطر الرياضي، والجهاز الفني بقياده كابتن طارق محروس والكابتن دكتور فوزي فضالي. بيبقى امانه برضك ان الكاس دوت، يعني مش هقول لك ان جه بعد تعب، لا هو المشكله ان الموسم ده موسم استثنائي. صحيح زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه، ان يعني ده اطول موسم عدى عليا في حياتي. صحيح. موسم بدا في شهر 9 وانتهى في اول 9. صحيح. 12 شهر متواصل، خلالهم 4 شهور توقف رياضه كامله، ما فيش اي حاجه بتعمل خالص، اي رياضه كامله. وتيجي بعد 4 شهور مطلوب منك انك تجهز فرقه، وفرقه لسه جديده عليك وتنافس بيها، وبتلعب بين نهائيات دوري وكاس. انت توليت المسؤوليه من شهر ونص. بالظبط. صحيح؟ بالظبط، نص 7. نص 7. طبعا بعد ما رجع النشاط وتوليت المسؤوليه كان عندك تحديات كبيره، انت عندك بطولتين بتنافس عليهم، يعني الموضوع صعب. كمان انت داخل على فرقه كبيره زي فريق الاهلي، فرقه حامل لقب الموسم الماضي دوري وكاس، واسم النادي الاهلي برضو كبير. طبعا. انت عارف انت اي ماتش النادي الاهلي بيلعبه ماتش بطوله. صحيح. وما ينفعش طبعا نخسر اي حاجه من دي. تاني حاجة أنا كنت عايز أجهز للموسم الجديد. صحيح. فمش ينفع أجهز للموسم الجديد وأنا خسران أو بادئ الموسم أو شغلي بخسارة. فداخل في أكتر من صراع، أكتر من تحدي، والدنيا مش هقول لك صعبة، بس الواحد بيحاول يعني يعمل أقصى حاجة عنده. ويمكن الحمد لله قطعنا شوط كويس في الدوري، وكنا ماشيين كويس ووصلنا لحد قبل النهائي. وممكن في الماتش قبل النهائي حصل عدم توفيق للولاد، وضع طبيعي جدا في حاله تذبذب الاداء. طبعا طبعا طبعا، يعني انت برضك المستوى ما كانش ثابت. صحيح. كان تلاقي ماتش كويس 5 دقايق كويسين، المستوى بينزل في وقت الاوقات من مفيش ثبات مستوى يا كابتن، مفيش ثبات مستوى طبعا. فالحمد لله خسرنا قبل نهائي الدوري، وبعد ما وصلنا بالظبط البطوله وخلصت خلاص الحمد لله. بدات اشتغل بقى الناحيه النفسيه، ان عندك بطوله ثانيه بعدها باسبوع، وبطوله الكاس. فقعدت كنت مع اللعيبه، وطبعا هم والله كانوا رجاله جدا، وكلهم وعدوني يا كابتن الكاس في النادي الاهلي. الله. قلت لهم حلو الكلام ده، بس عايزين فعل مش بالكلام. اقول لها يا كابتن خلاص احنا وعدناك، وان شاء الله هتشوف الكلام ده حقيقه ان شاء الله. ده يا كابتن نرجع لحته مهمه بقى، الناحيه النفسيه. طبعا. لو الناحيه النفسيه عاليه قوي ممكن تداري مشاكل فنيه. ده اللي بقوله. ده اللي انت لعبت عليه. بالظبط، ان انا بحكم خبرتي الحمد لله عارف ان الجانب النفسي والمعنوي اللعيب كل ما يكون مرتفع بيعوض الناحيه الفنيه. الله ينور عليك. بيعوضها بشكل كبير كمان. عارف ليه يا كابتن انت بتقول كده؟ عشان انت كنت لعيب كبير قوي. لا لا بس والله مش هزار. يا كابتن ربنا يخليك. كنت من احسن باكات اليمين في العالم كله. تسلم يا كابتن. ونشاتك وانا كنت والله انا كنت بقعد اتفرج بصراحه انت واشرف عوض كنت يعني بحب اتفرج وسامح طبعا، بس انا يعني انتوا كنتوا يعني بتمزج كده في الرجوله في الملعب والاداء والدفاع والهجوم. فيعني خلينا اتكلم على بداياتك يا كابتن الاول. احنا طبعا معانا بروحين زي ما بيقولوا، شق نجم سابق كبير جدا وراجل يعني كنت بتمتع مصر كلها الحمد ومدير لله. فني ناجح. هبتدي معاك بداياتك كلاعب، تبتدي ازاي؟ زي ما انت عايز. يمكن انت انا معظم يعني عمري كله اشوف النادي الاهلي الحمد لله. كان انا دخلت النادي الاهلي وانا صغير عندي 9 سنين، وفضلت لعبت في كل مراحل النادي الاهلي الحمد لله. اتعلمت حاجات كتير قوي واتمرنت مع مدربين كتير، بس اكتر حاجه اتعلمتها جوه النادي الاهلي اللي انا لازم اكسب، وده شيء كويس جدا وحاجه كويسه.
وعلى فكره دي بتنطبق على حياتك الشخصيه كمان. صحيح. تبقى عايز تنجح في حياتك العمليه في الخارج، يعني انت مش مكسب بطوله او ماتش بس، لا انت حتى حياتك الشخصيه حتى في شغلك الخارجي بتبقى عايز تنجح. طب كابتن انت خدت كاس العالم للانديه مع احد الانديه غير النادي الاهلي، خدت انت كاس العالم للانديه ويعني انت اللاعب الوحيد المصري اللي معاه ذهب وفضه، وجيت على النادي الاهلي 2007 خدت معاه فضه. تمام. كلمني على السنتين دول او الثلاث سنين دول. والله كان انا حضرتك لما خدت بطوله العالم للانديه كنت محترف مع بعض الانديه العربيه. تم استدعائي انا وثلاث لعيبه كمان مصريين، لعبنا البطوله العالم للانديه والحمد لله لعبناها كويس واللعبه مشيت كويس الحمد لله، ربنا وفقنا وكسبناها. وجي بعد كده في المئويه اتطلب من النادي الاهلي ينظم بطوله العالم للانديه. وانت طبعا النادي الاهلي لما بنظم بطوله عامل ازاي؟ طبعا النادي الاهلي عمل بطوله تنظيميا رائعه جدا، انا فاكرها لغايه دلوقتي بامانه. النادي الاهلي كان عامل بطوله عالم بجد، يعني كان عامل بطوله عالم. دي صور ليك مع المنتخب يا كابتن صح؟ للمنتخبات مش الانديه. منتخب وكان جوه استاد النادي الاهلي في الجزيره. وعملنا مشوار كويسه جدا جدا ووصلنا كمان المباراه النهائيه. انا فاكر كويس قوي. وكنا كمان احنا كنا يعني على بعد خطوه من بطوله العالم، بطوله المدينه الذهبيه، بس الحمد لله برضه عدم التوفيق وخبط بعض اللعيبه الناشئين وقتها هو اللي خلانا ناخد. انا بقول لك انت ما شاء الله اللاعب المصري الوحيد اللي حصل على الذهبيه طبعا بطوله الانديه، وجيت البطوله اللي بعديها خدت فضيه. طيب كابتن انت اعتزلت سنه كام؟ 2007. 2007 لعبت كام كاس عالم؟ لعبت خمس كاس عالم للكبار وواحد كاس عالم للشباب ما شاء الله، وثلاث دورات الاولمبيه. يعني تاريخ بصراحه كابتن مشرف جدا. لا الحمد لله. يعني انا عايز اقول لك انت من اللعيبه، والله ما بقول كده عشان انت معايا، من اللعيبه اللي فعلا كنت بستمتع جدا جدا وبتفرج عليهم. طب انت كان مسك الاعلى مين وانت بتلعب؟ انت قلت في حد انا بهزه زيه، مين؟ والله كان في مصر هنا وفي النادي الاهلي بالذات كان هدفي وانا ببص للكابتن سامح ابو وارث. سامح ابو وارث وكان هو مش اكبر مني، يعني مش اكبر مني بكبير، بس هو كان لاعب درجه اولى قبليه وانا كنت لسه في الناشئين، فكنت بقعد اتعلم منه. ده مدرسه. وسامح امام كان لعيب عالمي، يعني مش لعيب حتى محلي. كان حاجه كبيره جدا جدا جدا. وما انه كان بيلعب في مكان مش مكانه وعكس اتجاه ايده، بس كان مميز قوي على مصور. كان بيلعب عندك باك يمين وهو باك يمين بالظبط. فكنت اقعد اتفرج عليه كده واقعد استمتع بفرج عليه بستمتع. ولما حصل ودخلت الفريق الاول لعبت جنبه، يعني لا يعني حاجه كبيره جدا تلعب مع نجم زي عبد الله بامانه. ما شاء الله. على فكره ده كلام لو دل فبيدل ان انت يعني راجل اصيل. يعني ايه؟ يعني ان انت بتقول لاعب الفرق العمري ما بينكم من بعض مش كبير، وان انت اتعلمت منه ده بيدل على الروح اللي كانت بينكم من بعض. لا طبعا. بص احنا طول ما في النادي الاهلي بنحب بعض كلعيبه وكمدربين الحمد لله، روحنا كويسه جدا جدا جدا. ويمكن حتى الكلام اللي بيتقال او الشات اللي بتطلع ان الواد الاهلي ولا يعني مالهاش دعوه بالكلام ده. صحيح. كل ما كان في حلو في الوحش، بس احنا معظم الواد الاهلي كلهم كويسين جدا جدا. وادي لك مثال في الماتش النهائي بتاع الزمالك، كابتن محمد يحيى اللي هو دلوقتي حاليا مدير الفني السابق اللي كان ماسك الفرقه وانضم للفريق الاول. تمام. تمام. والله ساب التمرين بتاع الدرجه الاولى وجي يجري عشان يقف معايا في الماتش عشان لو في معلومه حاجه انت مش واخد بالك منها، لان هو كان مع الفرقه مش فتره هو قاعد مع الفرقه سنه ونص وكان برده معظم الشغل اللي بيتعمل دلوقتي كان الشغل بتاعه ربنا، يعني انا ما عملتش حاجه جديده. انما ممكن يلحقك في تغييره الوقت ده بتاع حد اكيد يعني حد اللعيبه عامله ازاي، الظروف اللعيبه عامله ازاي، البدايات، ويقعد يتناقش معايا عايز تعمل ايه في الماتش. يعني هو برده يشكر على الكلام ده كله. صحيح. وده زي ما قلت لو بدول ان احنا رحنا حلو مع بعض. صحيح. طب كابتن قول لي مين المدير الفني اللي اثر فيك بشكل كبير جدا؟ والله بص انا في تاريخ في حياتي كلها تدريب اللعب مرنت على ناس كتير قوي مصريين. بس يعني اثر فيا الله يرحمه كابتن جمال شمس. الله يرحمه. كان اول واحد اداني فرصه وخدني من الناشئين لعب فريق اول الله يرحمه كابتن محمد الالفي. كابتن عصام مكي في الناشئين ما شاء الله. روح في المنتخب في الكابتن زوران الغزلافي اللي كان ماسك منتخب 2001 برضه اثر فيا وفي حتى في حياتي حتى كلاعب حتى وكمدرب حتى. ففي مدربين كتير وانا اتعودت ان كل مدرب اشتغل معاه اخد منه حاجه. الله ينور عليك. ده اللي عايز ينجح اكيد. طب كابتن خلينا نقول حضرتك كنت دلوقتي بتشكر في طبعا زميلك وحبيبك واللي وقف معاك واللي جالك المباراه كابتن محمد يحيى. كابتن محمد يحيى المدرب العام للفريق الاول، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. اهلا بحضرتك ربنا يخليك. في البدايه طبعا بنبارك لك على طبعا هذا الفوز، لان حضرتك كنت مع الفرقه دي فتره طويله وجي كابتن صابر يعني تحمل العبء من طبعا بعد حضرتك. تحب تقول ايه لكابتن صابر على البطوله دي؟ والله طبعا احب اقول لكابتن صابر طبعا ده اخ فاضل وزميل
احب ابارك له طبعا واقول له الف مليون مبروك لي وللنادي الاهلي. صابر طبعا كابتن صابر من المدربين الكبار جدا، سواء كان لعيب مميز ولعيب دايما كنت متابع البرنامج، لعيب طبعا من لعيبه اساطير كره اليد في مصر، وفي نفس الوقت من المدربين المحترمين المدربين الكبار جدا. ويمكن لسه كابتن صابر بيقول ان انا يعني كنت مصمم اقف جنبه، لان صابر يستاهل كل خير ويستاهل كل الدعم، وهي دي الروح اللي بين مدربين النادي الاهلي. وزي ما هو كان لسه بيقول دلوقتي يعني الحاجه الكويسه في النادي الاهلي ان ازاي نبقى كلنا واقفين جنب بعض، كلنا عايزين ننجح، ما حدش بيبص ده هيبقى النجاح منسوب لمين او ازاي، اهم حاجه المنظومه كلها تنجح. فكنت اتمنى طبعا الكابتن صابر يحقق البطوله دي زي ما كان بيقول كابتن صابر دلوقتي بعد اخفاق الدوري. وطبعا انا ببارك له وبقول له مليون مبروك ان شاء الله من نجاح لنجاح، وباذن الله السنه الجايه ان شاء الله يكسب دوري وكاس باذن واحد احد، ومبارك له برضه ان شاء الله. كابتن صابر عايز يقول لك حاجه برضه على الهواء. كابتن محمد، كابتن محمد يحيى طبعا اخ وعشره عمر، طبعا محمد يحيى نعرفه من ايام منتخب الناشئين والشباب، وكان هو كان اعظم مني انام، بس يعني كنا مع بعض في غرفه واحده، واخ وصديق وجدع وصاحب صاحبه بامانه يعني. واضح كده. بامانه واضح. وانا بعزه على المستوى الشخصي كمان بره الهندوه، كان بحبه جدا والله. وعايز اشكره طبعا دلوقتي على الهواء الناس كلها، وشكرا كابتن محمد، وطبعا ده مش غريب عليك يعني. كابتن محمد، طب احنا فرصه بقى حضرتك معانا نسال سريعا كده اخبار الفريق الاول ايه، اخبار التدريبات، هل عندكم ماتشات قريب وديه؟ والله كابتن هيثم الحمد لله الامور ماشيه بصوره طيبه جدا جدا. هو طبعا بس المشكله اللي عندنا دلوقتي ان احنا عندنا حوالي 9 لعيبه في المنتخب الاول معسكرين حاليا عشان خاطر كاس العالم 2021 في مصر، فاحنا شغالين مع بقيه اللعيبه اللي موجوده، واخدين لعيبه كمان من الكابتن صابر من مواليد 2000، شغالين معاهم حاطين البرنامج بتاعنا وشغالين الفتره دي بصوره كويسه جدا جدا. اللعيبه بتتطور ماشيه كويس جدا معانا، واقفين طبعا انت عارف الفتره الكبيره اللي كانت اللعيبه رايحه فيها فتره فيروس كورونا وبتاع والرجوع، فابتدينا نشتغل على الجانب البدني، شغالين كويس جدا الفتره دي. عندنا ماتشات وديه، لعبنا احنا حوالي 3 ماتشات وديه الفتره اللي فاتت، عندنا ماتش ودي الاسبوع الجاي. طبعا في مشكله برضه في الماتشات الوديه في الفتره اللي احنا فيها، الاسبوع بالذات اللي احنا لسه مخلصينه ده دلوقتي، لان حضرتك عندك الثمان فرق اللي بيلعبوا، في 4 فرق هيهبطوا دوري الهبوط يعني شغال، فاوريدي مفيش فرق كتير تلعب ماتشات وديه لان اوريدي بيلعبوا في الدوري. فانت حضرتك طبعا كابتن هيثم اعلم طبعا بالكلام ده كله، مفيش حد هيبقى بيلعب دوري وهيلعب ماتشات وديه يعني. طبعا طبعا. فمفيش غير فرقه او فرقتين بس هم اللي موجودين حاليا دلوقتي، ومنهم فرقه في اسكندريه وفرقه واحده في القاهره، ممكن هليوبليس ممكن نلعب معاها ماتش ودي الاسبوع الجاي ان شاء الله. طب كابتن محمد، احنا عارفين ان كابتن طارق يهتم جدا بالناحيه البدنيه والسرعه كمان. وطبعا في دكتور حسام عناني انضم لكم كمان في الجهاز. هل انتوا يعني الموضوع ده مقصود ان انتوا تعلوا الاحمال بالشكل ده، ولا الموضوع انتوا مأجلينه شويه لغايه ما تعرفوا الدوري اذا كان الدوري هيستكمل ولا لا؟ لا بصراحه احنا شغالين، سواء الدوري القديم هيستكمل او الجديد هيبتدي، سواء ده او ده اكيد هيبدا في اول 10 يعني نهايه 9 يعني 2020، فاحنا حاطين البلان بتاعنا على ده، شغالين على الحاله البدنيه، لان خلي بال حضرتك اللعيبه اللي موجوده حاليا او اللعيبه اللي في المنتخب، ما هو اكيد المنتخب برده في تنسيق ما بيننا، وهم شغالين برده في الاعداد البدني بصوره طيبه جدا جدا. تمام. عندهم برده كاس عالم. صحيح. فاحنا بنحاول برده نفضل شغالين في نفس الاتجاه، بحيث لو ان شاء الله الدوري سواء القديم او الجديد هيبدا في اخر 9 او بدايه شهر اكتوبر ان شاء الله، نبقى احنا اللعيبه كلها في حاله بدنيه عاليه جدا. بجانب ده بنشتغل على الجانب الفني، ودي فرصه كبيره جدا للعدد قليل اللي بتشتغل عليه، تشتغل على الجانب المهاري الفردي بقى شويه على تطوير. يمكن حضرتك حتى لو ملاحظ كابتن طارق شغله حاليا فردي اكتر، لان طبعا انت عارف العدد مش كبير اللي موجود، فازاي نطور كل النواقص اللي في كل لعيب، يعني ايه اللي محتاجه بنشتغل عليه سواء في الجانب البدني او في الجانب المهاري يعني. كلام جميل جدا، وده اللي فيدل على تخطيط جيد، وان انتوا شايفين انتوا عايزين تروحوا فين. طب كابتن محمد، يعني يمكن اخر سؤال اساله لحضرتك، الصفقات اخبارها ايه؟ يعني انا مش عايز حضرتك تقول اسامي طبعا لان انا مقدر السريه، ولكن يعني هل في صفقات جديده؟ كم صفقه مثلا الحمد لله تمت؟ مش لازم اسماء بس اقول ارقام. في صفقتين تموا لغايه دلوقتي الحمد لله، كويسين جدا، وان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه دي ان شاء الله يمكن ما يتعداش الاسبوع اللي جاي باذن الله يكون في صفقتين تاني يدعموا الفريق.
وبصراحه اللي عجبني طبعا كجهاز فني وكابتن طارق طبعا واداره النادي ان انت بتدعم السنه دي في المراكز اللي انت محتاجها فعلا تيجي الدعم. الله ينور. يعني احنا دي مركزين فيها جدا 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 ان انت ما تعملش صفقه انت مش محتاجها بنسبه 100%. صحيح. انت عارف النادي الاهلي اللي يجي النادي الاهلي لازم يكون سوبر ستار يعني يقدر يشيل المكان ده لعيب يعني. طبعا يا كابتن. فالحمد لله ماشيين طبعا في الصفقات برده في فكر على اعلى مستوى بصراحه وكابتن طارق عامل شغل كويس جدا في الحته دي يعني. يمكن حضرتك بتقول على موضوع السريه هي فعلا موضوع السريه يمكن ساعات انا ما بعرفش كمان. طب ده كويس يعني انا اقول لك يا كابتن. خلاص بص كابتن صبر هيعرف ويقول لحضرتك مفيش مشكله. لا كابتن ده اتمنى له والله كل خير من قلبي والله. اكيد يا كابتن. ومليون مبروك مره ثانيه ومبروك للنادي الاهلي يعني. كابتن محمد يحيى المدرب العام للفريق الاول لكره اليد بنادي الاهلي بشكرك على وجودك معانا في قناه الاهلي. شكرا جزيلا. يمكن الروح جميله. لا طبعا طبعا. والجميل ان احنا يعني بمناسبه الصفقات اتفضل. شيء كويس قوي يبقى في سريه بجد طبعا. لان انا فوجئت في يوم صفقه تمت وانا كنت موجود في النادي وكان موجود في التمرين مع الفريق الاول وبعض موجود مع الجهاز وقاعد موجود ما اعرفش حاجه خالص. صحيح. فوجئت رحت البيت بالليل لقيت الصفقه نزلت على النت. صحيح كده. ثاني يوم ساعتها كابتن طارق حصل كذا كذا وفي قال لي ده مضى مضى خلاص. السريه مهمه جدا طبعا طبعا. السريه في انت استحالك انت بتتكلم على صفقه لعيب وتقول هجيب فلان ابو فاض فلان بتلاقي 1000 نادي بيخش يا كابتن دلوقتي ما شاء الله لعيبه الالعاب الصالات قربوا من لعيبه الكره في العقود. بالظبط بالظبط. يعني فدلوقتي بقى الموضوع في ميديا وفي استثمارات فلازم يبقى في سريه طبعا طبعا طبعا. وده شغل. وانت لما بتسمع ان في صفقه جايه في بعض الانديه كمان المنافسه مش عايز الصفقه تتم بيبدا يقلي عليك ويزايد عليك. صحيح. او يخطف صفقه منك. صحيح. فشيء كويس قوي قوي ان انت يبقى عندك فعلا سريه في الصفقات وتبقى عارف انت عايز ايه ومحدد صفقاتك مش صفقه وخلاص. مش انا اجيب صفقه عشان انا ابان جبت صفقات. لا انا بجيب صفقه انا فعلا محتاجها. محتاج مركز فاضي بجيب في لعيب لعيب كويس جدا. يمكن يا كابتن احنا كان عندنا مشكله في الخط الخلفي كله سواء نص الملعب او الطرفين او الباك يمين او الباك شمال. بالظبط. كان عندنا لعيبه طبعا على مستوى عالي بس ما كانش عندنا بالظبط عدديه فيها. عدد وتقل. صحيح. انت عايز عندك عدد اكتر عشان انت بتلعب موسم كامل. برافو. بتلعب بطولات كبيره زي بطوله افريقيا فانت لازم عندك عدد كويس يبقى كويس جدا. صحيح. فده ما عندناش عدد كافي دوت. ما هو خلي بالك اصل الخط الخلفي ده كابتن حضرتك ادرى طبعا. هو طبعا هو اللي شايل عمود الفقري بتاع العمود الفقري وهو اللي بيخلي حتى الاطراف تلعب. بالظبط. يعني هو لو لعب وسد بالظبط هو الاساس في الدفاع والهجوم. في الدفاع والهجوم. ان انت بتبني فرقتك على الخط الخلفي. والاجنحه طبعا دورها كبير جداً. بس انا الاساس بتاعي اللي بطلع عليه في الفرق الخط الخلفي. صحيح. مهم طب جداً. كابتن احنا سؤال وعايزين نقوله بكل امانه شايف مستقبل النادي الاهلي. احنا دلوقتي حضرتك ماسك جيل 2000 اللي هو عنده 20 سنه اللي هو كمان 3 4 سنين هيشيل. شايف مستقبلنا عامل ازاي؟ بامانه وبدون اي مجاملات شايف المستقبل كويس. واكبر دليل على كده ان من 3 4 ايام فريق ال 18 سنه خد بطوله الدوري. صحيح. على حساب نادي الزمالك. صحيح. بعدها بيومين فريق الشباب واخد بطوله الكاس على حساب الزمالك. الفريق الاول بدا يدعم ودعم كويس جدا. صحيح. وانا خلينا بعض اشوف الفريق الاول في التمرين دلوقتي كمان واشوف اللعيبه الموجوده بيحس اللعيب بقى ويحس خبراتي ده شايف ان الفرقه ماشيه في اتجاه صح. اتجاه صح. فالحمد لله انت بيكون عندك. طب نحافظ ازاي على اللعيبه دي يا كابتن؟ يعني في الانديه بتلجا لحاجتين يبتدي يخفض مستوى الاعمار ده اتجاه وفي اتجاه تاني بيقول لك لا انا اطلع اللعيب الناشئ بتاعي اعاره بس يبقى تحت عينيا اعاره سنتين ثلاثه وارجعه لما احتاج له. انت من انهي مدرسه؟ انا رايي شخصي اطلع اعاره. طلع عشان يبقى بتاعي. وعندي خصوصا لعيبتنا كويسه يعني الحمد لله لعيبتنا كويسه. كان عندنا مثلا فريق الشباب دوت اللي خد كاس مصر عندنا 5 لعيبه في منتخب مصر مواليد 2000 اللي حصل على كاس العالم. ما شاء الله ما شاء الله. ابو حمد حميد طبعا. ياسر السيف عمر احمد. 5 لاعبين. خمس عدد كبير كبير يعني. قوام فرقه. وكمان انا مش هقدر اكلمك بصراحه ما مش هقدر امشي 5 لاعبين من الدرجه الاولى عشان اطلع 5 لاعبين هيبقى صعب. بالزبط. هيبقى الحلو تبديل سريع. بالظبط. طيب انا اطلعه اعاره سنتين يبقى انت من المدرسه دي مش مدرسه. بالظبط. لا 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 خلي بالك في مدربين بيعملوا يقول لك انا أمشي. عندي امشي. لا مش لا حرام بس انا انا تعبان معاه من الصغر يعني اللعيب انا جايبه وعنده مثلا 9 سنين شغال معاه في قطاع الناشئين وتدريبات وخبرات وراح منتخب الناشئين ومنتخب الشباب ولعب كاس عالم ولعب بطولات يعني انت تعبت فيه. صحيح. يعني انت تعبت فيه. مش معقول اجي في 30 سنه في عزه اقول له امشي عشان لعيب صغير طالع. لا ما ينفعش انا بزرع لغيري. صحيح. واجي وقت الجني بقى الثمار بديها لغيري على الجاهز. مهمة جدا النقطه دي يا كابتن. مهمة جدا. وعايز ان شاء الله اتنقل مع حضرتك طبعا لكاس العالم اللي جاي ولكن هنطلع فاصل وارجع لحضرتك تاني. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع عشان نرجع نكمل حوارنا عن كره اليد في النادي الاهلي ومستقبل كره اليد في النادي الاهلي ومصر كلها ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه طبعا برحب بضيفي تاني كابتن صابر حسين نجم مصر
ومدير فني فريق الشباب اللي حصل على الكاس اللي معانا دلوقتي على الترابيزه طبعا يا كابتن. وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن كاس العالم اللي جاي. تمام. كاس العالم حضرتك يعني في الفاصل قلت لي 32 فرقه ودي اول مره. بالظبط. شايف كاس العالم ازاي يا كابتن؟ والله انا كنت شايف ان هو بطوله كبيره جدا، حاجه كويسه ان مصر تنظمها في ظل هذه التحديات وفي ظل هذه الظروف، في ظل كمان انت كان عندك الدوره الاولمبيه كانت موجوده في الصيف وتاجلت. اتاجلت طبعا. فكلنا كنا متخوفين ان ده يحصل البطوله تتسحب او تتاجل بعد ما مصر انشات مجمع الصالات وانشات وصرفنا مصاريف كتير جدا. 3.2 مليار جنيه ثلاث صالات جداد يتنشئوا وتطوير صاله. لا وخلاص الصالات بقت جاهزه كمان. صحيح. يعني مش لسه في الانشاء، بقت جاهزه خلاص. فانت عملت كل حاجه وجهزت كل حاجه خلاص. فانا كل الناس اللي في المجال كانوا متخوفين ان البطوله تتلغي او تتاجل او او او. هو قبل كده كان بيبقوا كام فرقه؟ 24 احنا طول عمر البطوله 24 فرقه. تمام. وكان بيتاهل خمسه من بطوله افريقيا. تمام. من دوله افريقيا، من افريقيا. السنه دي وكان اول مره النظام ده الجديد يتاهل 32 فريق. هو الهدف برضه كان نوسع المجال شويه ونضيف بعض الفرق. بس انا خايف ده ياثر على المستوى الفني للبطوله. يمكن الماتشات الاولى هتبقى ضعيفه شويه. بالظبط. بس كل ما هتخش بس في ممكن تبقى ضعيفه شويه. يعني احنا ممكن نخش في الجد من اول دور 16. يعني افريقيا تاهل منها مصر، تونس، المغرب، الجزائر، انجولا، الكونغو الديمقراطيه، الراس الاخضر. يمكن الكونغو الديمقراطيه والراس الاخضر وانجولا يمكن بعيد شويه. لا بالعكس، لا ده بالانجولا. انجولا كويس جدا. انجولا اتحسنت. او هنقيسها مستويات فنيه. عندك مصر وتونس وانجولا رقم ثلاثه. انجولا اتحسنت جدا جدا وعملت ماتشات في طول العام الاخيره حاجه فوق الوصف. يعني انجولا اتقدمت جدا جدا بامانه. وعندهم محترفين دلوقتي، فالموضوع اختلف عن زمان يعني. فانا شايف برضه حضرتك من شويه احنا الماتشات اللي في المجموعات الاول هتلاقي فيها مستوى فني مش عالي شويه. احنا تصنفنا تصنيف كام يا كابتن؟ التصنيف الثاني. ثاني. عشان احنا ده مصلحتنا ولا والله برضه ولا مش فارقه؟ مش فارقه كتير. انت برضه البطوله في مصر مطلوب منك ان انت تكسب كل مباراه. صحيح. يعني في وجود الجمهور ووجود اللي انت ملعبك لسه بيدرس موضوع الجمهور يعني في المؤتمر الصحفي. بس لازم في جمهور. ودي لقطات من المؤتمر الصحفي يا كابتن اللي كان من يومين. كان موجود من يومين. صح. في احد الفنادق. وكان موجود وفعلا هم قللوا عدد الحضور في القرعه. قللوه تقريبا 145 فرد. القرعه ان شاء الله هتعمل يوم السبت الصبح في صفح الهرم ان شاء الله 7 مساء. لا 7 مساء، سوري انا اسف، 7 مساء. وكان العدد المفروض يجي اكتر من كده. بس هم عشان قال لك الاوضاع وكده ونحافظ هم كانوا 500. خلينا نوضح الارقام. بالزبط. كانوا 500 بقوا 145. بالظبط. بس ما عندناش مشكله، المهم ان الاذاعه على العالم كله. بالزبط. تبقى ان الناس تشوف. الناس تشوف وان المكان الحدث يبقى موجود. انت عارف الحدث اي حدث عالمي بيبقى على مستوى العالم كله. فده برضه حاجه نجاح. انت عارف اللي عاجبني يا كابتن؟ اللي عاجبني ان الرياضيين مصر حاسين بقيمه الحدث، مش بس رياضيين مصر اليد. طبعا طبعا. لا يعني حاسين ان حدث زي ده مصر كلها مستنيه. ما كابتن انت اي حدث عالمي بحكم انت سافرت بطوله عالم كتير في لعبتك وانا والناس كلها، فعارفين يعني ايه بطوله عالم تعمل في بلدك. صحيح. عارفين يعني ايه التنظيم عامل ازاي. تاني حاجه التنظيم بتاع مصر بامانه مختلف عن دول العالم كلها. انا كنت من فتره كده اتفرجت على تنظيم كاس عالم في مصر 99. 99؟ بالصدفه كده بقلب على النت فلقيت التنظيم موجود، حد منزله فيديو. قعدت فقط عليه بامانه حاجه مبهره. ده كان 96. بالظبط. 21 سنه. فتخيل بقى 20 سنه في وجود بقى التكنولوجيا دلوقتي والكاميرات والحاجات الكبيره كلها. بس الحقيقه يا كابتن بقى عامله الدنيا عامله ازاي؟ في ثلاثه الحقيقه يعني بامانه ليهم دور كبير جدا. المهندس حسن مصطفى. اكيد طبعا. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي. اكيد طبعا. الحقيقه الراجل اكبر داعم للعبه في الرياضه كلها. بامانه يعني الرياضه كلها. انا فاهم ان بس وكمان طبعا معالي طبعا دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحقيقه تبنى الحدث. دكتور اشرف صبحي، هشام نصر طبعا مهندس هشام نصر رئيس الاتحاد. الاربعه دول الحقيقه طبعا كابتن لبيب حسين لبيب بيتهيألي صح اللي هو مدير البطوله. حضرتك ظبطت مش هبطل. رئيس السيد الرئيس نفسه مهتم. صح. السيد الرئيس طبعا الاهتمام طبعا. انا اسف الاهتمام بيجي من فوق طبعا. انا لما رئيس الوزراء بيهتم والوزير بيهتم مش طبعاً. مش هو طبعاً. لا القياده السياسيه كلها على راسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو حتى لما منتخب مصر للناشئين خد كاس عالم ومنتخب مصر الشباب خد ثلاث العالم وحصل نوع من التكريم مع سياده الرئيس. قال لهم اتحاد اليد من الاتحاد الناجحه في مصر. ده مش كده بس. ده سياده الرئيس بيدعم الرياضه بشكل عام بامانه. لا مش بس الرياضه على مستوى البطوله كمان يا كابتن اسف. انا بيدعم البطوله على شكل الممارسه كمان. الرياضه على شكل الممارسه. بالظبط بالظبط. يعني شوف الملاعب بتتفتح والحاجات بتتعمل الماراثون بتتعمل الصبح والدرجات. حي الاسمرات اللي هو اتعمل تحفه وقنا فيه اخواتنا طبعا واهالينا
اهم حاجه تاكد عليها سياده الرئيس الملاعب مهم جدا الملاعب وتحافظوا على صيانتها. لا وبص عموده ازاي كمان يا عموده بشكل على مستوى يعني تحس انت دي في احسن انديه في اوروبا. ده يخليك انت كرياضي عايز تعمل ايه يا كابتن لما تلاقي كده كده سياده الرئيس في الدوله بيهتم بالرياضه؟ انت ليه بيحس ان انت الناس مهتمه بالبطوله والناس ماشيه في ظهرك وبتساعدك والناس باصه عليك وبتساعدك واقفه في ظهرك ولا انت الموضوع مهمل؟ ايوه فانت كل ما بتحس في اهتمام انت كليب بتبذل اقصى جهد عندك عشان تطلع اقصى تاخد احسن مركز صحيح. او تعمل احسن حاجه لبلدك. وفي نفس الوقت لما تلاقي مفيش اهتمام مفيش دعم محدش بيبص عليك البطوله خلاص موضوع سيام مكسب زي خساره خلاص. فالاهتمام بتاع سياده الرئيس ورئيس الوزراء وسياده الوزير والدوله والناس حتى في مصر الشعب المصري حتى تعرف انت الناس في مصر 6000 متطوع يا كابتن دلوقتي دي لسه البدايه 6000 متطوع يعني حاجه انت برضو اللعبه تكون هدف في مصر الناس برضو بتحبها قوي بقت لعبه شعبيه شئنا ام ابينا لعبه شعبيه ثانيه يعني خلاص انتوا مصدر السعاده للشعب المصري. طب ليه يا جماعه انتوا عشان انجازاتكم بطولاتكم ابطال عالم بترفع اسم مصر في المحافل الدوليه فهتلاقي الناس حابه اللعبه كمان. طب كابتن انت لعبت في 99 كاس العالم هنا سنه واحد ودلوقتي انت عايش اجواء كاس العالم القادم في مصر 21 سنه تفصل بين الحدثين شايف الاختلاف ايه؟ هو بص مفيش اختلاف في حاجه بس لا الاجواء انت حاسس ان الاجواء يعني دلوقتي الميديا بالزبط والاعلام والانترنت يعني احنا زمان كنا زمان التغطيه الاعلاميه انا اسم مقتصر على التلفزيون المصري وبعض الجرايد والمجلات والاحاديث البسيطه النهارده الميديا والاعلام مش على مستوى مصر بس على مستوى العالم كله صحيح. فانت الحدث بيتنقل في ثواني للعالم كله فبقى الاهتمام كبير جدا كبير. ادي لحضرتك مثال صغير اتفضل. انا قبل ماتش نهائي الكاس بيوم طبعا فريق شباب مش فريق كبير بفتح السوشيال ميديا بالليل لقيت اهتمام رهيب جدا بماتش نهائي الكاس بين الاهلي والزمالك مواليد 2000 قلت كان خبر حد منزله اتابع لا في اهتمام تمام وكل الاخبار كل المواقع والناس مهتمة جدا والناس بتكلمك في التليفون وماتش بقى الساعه كام وفي جمهور ومفيش جمهور في لقطات احنا صورناها في الاحتفال بس يا ريت يا جماعه جيبوها لنا هيجيبوها لنا دلوقتي اتفضل فلقيت اهتمام كبير جدا اهي يا كابتن اهي دي الماتش ده بعد ما الحصول على الكاس واللاعبين بيحتفلوا اهو لان الكلام ده كان موجود زمان الكلام ده كان موجود زمان خالص يعني تلاقي تمام كده بالفرق الناشئين والشباب والمسابقه الاذاعه والناس متابعاها وطبعا النتائج فلا في تحول كبير طبعا وبرضه هو تحول للاحسن يعني طب ده بيبقى عيب على اللاعب ولا بيبقى دافع؟ بص انت لعيبك عندك لعيب كبير مكتفي خلاص يعني الكلام ده ممكن معايا صغير او لاعب ناشئ ممكن يعمل نوع من انواع الضغط عليه لكن مع لعيب كبير محترف متعود يلعب في هذه الاجواء سواء في مصر ولا مصر ما اعتقدش يبقى نوع من الضغط. طب يا كابتن قول لي يعني شايف منتخب مصر قادر انه يوصل ادوار النهائيه بالمجموعه اللي موجوده بالقياده الفنيه اللي موجوده؟ والله منتخب مصر اخر بطوله عالم عمل مردود كويس جدا وعمل نتيجه كويسه جدا وعمل ده كويس جدا. صحيح. احنا نتمنى يعني يزيد شويه عن كده. صحيح. في وجود مدرب جديد كمان اسباني وراجل محترم جدا ومدرب ليه اسمه على مستوى العالم ومن احسن المدربين في العالم. ما هو احنا خدنا تامن بالظبط في اخر كاس عالم فهل ممكن يعني نطمع نخش في والله يعني كلنا طمعانين مع الجمهور والدنيا يعني دي ممكن كلنا طمعانين ان احنا نعمل حاجه كويسه جدا جدا ونوصل لاقصى طموح بس في نفس الوقت مش عايزين نعمل ضغط على اللعيبه. اه انا ما بحبش مهم جدا اللي انا حسيتها في 99 صح عايزين كنت الناس بتقابلك لازم تكسب لازم تكسب يا كابتن يلا عايزين نكسب عايزين كاس عالم بس من حب الناس بس هو لا انا بس ضغط عليك ضغط ضغط حتى ممكن في يوم اكون غير موافق ما عشان كده المدير الفني عمل ايه؟ خد الفرقه وراح الغردقه بالظبط وهيروح تاني هيروح تاني هيروح تاني وعايز يبعد الناس خالص وحتى الدوري القديم مش عايز يكمله مش عايز يكمله عشان ما يحصلش حساب للعيبه بالظبط قال لهم فاضل كام ماتش؟ قال لهم فاضل ماتشين اهلي وزمالك واهلي وجيش يعني برضه يا كابتن حته معلومه حضرتك قلتها كويسه يعني المدير الفني رايه انه الدوري القديم ما يكملش ده راي مدير الفني بالظبط انه هو شايف انه مش عايز في الوقت ده منافسات ما بين اللعيبه ويحترم برضه ويحترم دي برضه راجل بيحافظ على لعيبته طبعا وراجل عندنا بطوله عالم في مصر فلازم احنا نسمع كلامه صحيح. انا اسف يعني لازم نسمع كلامه عشان بعد شهر ما حصلتش حاجه يقول لك انا قلت لكم او انت قلتوا البطوله ما تلعبش لان مصر هي الاهم والاكبر بالظبط ان احنا ما نسيبش حاجه كبيره عشان حاجه صغيره انا اسف يعني محمد الدوري والكاس والانديه كلها لا مصر قدم كل اللي احنا مصر في اي شيء مصر. احنا بنشتغل زي ما قلت كده بنشتغل عشان نخدم المنتخب او نخدم البلد صح فاحنا الانديه بتساعد انا مش بص لمصلحتي كنادي اخد بطوله دوري او كاس احسن منتخب مصر فاي حاجه عايزها المنتخب احنا معاك اربع قادما كلنا لعيبه ومدربين واي حد حتى زي ما قلت حتى متطوع حتى اي حاجه مصر عايزينها موجود معاهم صحيح وخلي بالك يا كابتن برضو احنا
كابتن محمد يحيى معانا على التليفون قال كلمه حلوه، قال احنا جاهزين ايا كان بالظبط الحدث اللي جاي لنا ايه، يعني جالنا تكمله الموسم احنا جاهزين بالظبط، جالنا الدوري الجديد احنا جاهزين بالزبط. بس هو الدوري الجديد هيبقى فيه ميزه انه مفيش ضغط عصبي، ان ماتشات روتينيه بالظبط تمام خفيفه شويه بترفع المستوى بيها، وهيجي بعد وقت معين يعمل ستوب خش بقى على تجمع مغلق لمنتخب مصر والدوري يكمل في شهر 2. بس خلي بالك يا كابتن في حته عايز اسالك عليها بقى مهمه جدا، انت الفريق دلوقتي بيتمرن، هل معنى ان التمرين كافي؟ ما احنا عايزين ماتشات وديه، طب هتعمل ماتشات وديه ازاي في ظل يعني حد من حركه السفر والمنتخبات كتيره متوقفه، هتعمل ازاي ماتشات زي ما هي بقى دي العقبه اللي الواحد يعني هتقابلنا، يعني دي بس مش احنا لوحدينا بقيت العالم كله ماشي، بس انت برضه كان الشغل في اوروبا مختلف شويه، ممكن الدول قريبه من بعض تلعب مع بعض شويه بالاتوبيس اروح العب ماتش وارجع، لكن انت كمنتخب مصر لازم تطلع معسكر خليجي، لازم تسافر طياره وتسافر واقامه في فندق، فهي دي مشكله، فاحنا ما عندناش بدايل اللي احنا بقى نستنى فرق تيجي لنا في مصر استضافه. ما هو المهندس هشام نصر قال معانا في التقرير قال انه اتفقوا مع الارجنتين واتفقوا مع البحرين ان هيعملوا ماتشات ولسه جاري انت كمان حضرتك انت كمان حضرتك كمان قبل المباراه تبدا كمان هتلاقي بعض الدول عايز تيجي تعسكر في مصر عشان تعود على المناخ وتعود على الجو وتعود صحيح. على الصالات فعايز يلعب ماتشات هيلاعب مين؟ هيلاعب منتخب مصر صحيح برضه فرقه كبيره واسمها كبيره فهي اللي يلعب فبرضه انت هيبقى عندك برضه وقت كافي للماتشات بس انا بتكلم عن ماتشات اوروبا كانت بتفيد يعني في وقت اوروبا العب مع منتخبات اوروبا ان اوروبا كان نظام ايه؟ بيجمع اربع خمس دول يلعبوا بطولة ودية ياما تابعنا البطولات دي المانيا وفرنسا و و ونلعب بطولة ودية اربع خمس ماتشات وتستفاد تطلع منها لاسبانيا لعلمك هو ده اللي عمل منتخب مصر اكيد طبعا اللي جرأ اللعيبه ان انت جرأت انت جيلك يا كابتن جرأ على المانيا وجرأ على 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 الدنمارك وروسيا وتشيك جرأتوا عليهم بالماتشات الوديه دي بص يا كابتن هيثم احنا الحاجز النفسي اتكسر صحيح انا مثلا بلاعب منتخب فرنسا في اسبوع واحد ثلاث ماتشات ودي شوفوا بعد كده حفظنا بعض وعرفنا بعض ومش في ضربه والخوف خلاص فما اجي العب في بطوله عالم صح هو ده دايما عارف وحافظ زواياه وحافظ بيعدي ازاي وبيهاجم ازاي ودافع ازاي ومفيش خوف خلاص صحيح. فده اللي كان كاسر الرهبه طب الجيل اللي موجود دلوقتي اللي هيلاعب كاس العالم عنده نفس يعني المينتاليتي دي هل هم الرهبه دي مكسوره ولا ماتشاتهم كانت اقل منكم؟ حتى وقال لي بس هم عندهم خبره يعني في ناس دلوقتي فيهم محترفين في اوروبا غير زمان في ناس عندهم خبره لعبوا ماتشات دوليه كتير فعنده مخزون من الخبره يقدر يطلعه في ماتشات دوليه. ده اللي احنا دلوقتي يمكن اكتر جيل فيه محترفين بره اللي بالزبط. موجود دلوقتي بالظبط عندنا علي زين بره علي زين موجود سند عندنا سند ممدوح هاشم ممدوح هاشم موجود كريم كاتونجا موجود كاتونجا خارج في حد مع سند في الفرقه عندنا كمان. احمد هشام احمد هشام دودو تمام بالظبط لسه طالع ولا كويس جدا عندك خمسه وعندك يحيى خالد يحيى خالد موجود في المجر ادي ست لعيبه ادي سته موجودين وبيبقى عندك حتى الناس موجوده في مصر الدوري الداخلي تبقى برضه كبار صحيح. احمد الاحمر عنده خبرات يحيى الدرع عنده خبرات ابراهيم المصري اسلام حسن اسلام حسن يعني ندي اسماء عصام الطيار بتقلش ارض عن اللي بيحترف بره بامانه دي برضه كان هو بيلعب في الاهلي والزمالك بس هي ان يبقى عندك ست لاعبين في المحترفين بره دلوقتي كره اليد الحقيقه ما كنا الرقم ده ما سمعناهوش قبل كده بامانه ما هو برضه قلنا الدنيا بتتطور صحيح والزمن بيختلف خلاص هنختلف عن زمان خلاص لازم نفتح باب الاحتراف وانا حتى كنت بقول وبناشد اللعيبه الصغيره في سن 2000 98 لازم تطلع وصلنا في بعض الانديه مش هتحتاجهم في حاجه يعني بعض صحيح. الانديه ما عندوش مكان للناس اللي تطلع تسجله طب ما طلعوا اوروبا بس احنا محتاجين برضو يعني وكلاء اعمال يعني معلش احنا محتاجين وكلاء اعمال يتحركوا في الاتجاه ده في عندنا يسوقوا لعبتنا ما هو انت زودت من شويه احنا الهاندبول يعني بقت قدامها من الكوره خلاص صحيح بس احنا برضو لسه عشان واخدين الاحتراف برضو متاخر شويه يعني الاحتراف في اوروبا من زمان موجود احنا في مصر الاحتراف بالنسبه للهاندبول بالذات يعني بتاخر شويه لسه او مش هنقول بس هنبود والباسكت والفولي خلينا نتكلم بصراحه يعني صحيح. فتاخرنا في قصه ان احنا يبقى في عقود وفي احتراف بجد ووكيل اعمال ومدير اعمالي وتطلع اوروبا ويجيب لك عقد في اوروبا الكلام ده متاخر شويه لسه متاخر شويه بس احنا خدنا خطوه صحيح عايزين نكملها بقى ان شاء الله طب كابتن قول لي يعني الوقت بيعدي والله مستمتع جدا انا قاعد والله يعني معاك نجم كبير ومعاك في نفس الوقت مدير فني قدير زيك تبقى الامور الحقيقه جامده ممتعه انت طموحاتك ايه على المستقبل القريب والله انا بحب الهندول وبحب اشتغل وعاشق لشغلتي وزي ما انت قلت برضو انا لو مفيش طموح انت ما مش هيبقى في جديد يعني انا طموحي في يوم من الايام ابقى موجود مثلا مدير فني مثلا في النادي الاهلي ده طموح مشروع او مدير فني في منتخب مصر سواء منتخب مصر الاول او منتخب مصر للشباب وده طموح برضو وحقق مشروع وبشتغل عليه على فكره يعني الحمد لله ممكن يكون اتاخر شويه مفيش مشاكل بس هيجي يوم ويجي هيجي يوم وبشتغل على كده الحمد لله وراضي بان انا بنجزه يعني راضي بشغلي وراضي بادائي الحمد لله يعني طيب قول لي يعني
طيب احنا معانا طبعا الكابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول. كابتن طارق اهلا بيك. الخير ازاي حضرتك استاذ؟ انت طيب وحضرتك طيب يا كابتن؟ وحشتنا يا كابتن ويعني وانت وحشنا بزياده بصراحه. سيبينا يا كابتن هيثم، ما حدش بيسمع صوتك يا باشا. احنا مستنيين حضرتك هنا والله. انت بس اللي احنا سايبينك بس في يعني في القصه اللي انت فيها، بس ان شاء الله اكيد لازم اكون معانا يا كابتن. باذن الله باذن الله، ده شرف لي ان انا اكون معاك. طبعا يا كابتن جميل طبعا، وكنا مع بعض في اوقات كتير كابتن، يمكن يعني قامه عالميه جميله. ربنا يخليك يا كابتن، ده شرف كبير يعني ليا وشرف ان انا اكون مع حضرتك. ده الشرف لي انا والله يا رب. كابتن طيب يعني طمنا على الفريق، قول لنا الدنيا فيها ايه، وهل شايف كاس العالم اللي جاي؟ حضرتك كنت طبعا في حدث عالمي قريب، حضرتك شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ هل اليد في مصر طالع ولا واقف مكانه؟ طب استاذنك بس ده يعني نحتفل بحبيب الكابتن صابر. اتفضل يا كابتن. اتفضل حبيبي يا كابتن طارق. اتفضل. وبقول له انت فين يا صابر، ما جاش تمرين النهارده ليه؟ اجازه يا كابتن بقى، اجازه. وين يا كابتن طارق؟ ما ينفعش يا كابتن. معلش واخد اذن يوم يا كابتن، معلش. طيب ماشي. على العموم مبروك يا كابتن صابر، وانا يعني الحمد لله بحمد ربنا ان انا ربنا وفقني ان انا اخترت الكابتن صابر وكابتن ميشو في الفرق المرتبط او ابناء النادي والناس المخلصين جدا. كابتن صابر من ساعه ما جه عمل شغل كويس قوي، ادى روح حلوه للفرقه، اضاف بعض اللعيبه اللي ما كانوش بيلعبوا، دي حاجه كويسه. والحمد لله ربنا اكرمه بالفوز بالبطوله، وباذن الله منتظرين منه السنه الجايه بقى تبقى دوري وكاس، لانه من المدربين المجتهدين جدا. وحاجه كويسه ان صابر يرجع النادي الاهلي، لان ده قامه كبيره ولعب دولي وحاجه اسم كبير في عالم كره اليد. طبعا كابتن طارق ويبارك له. الله يبارك في حضرتك طبعا. ونسيبكم بقى في حديثكم الجميل ده. ربنا يخليك يا كابتن. لا بس ان شاء الله يوم الاحد حضرتك معانا يا كابتن بقى، عشان بس من ايه من ما نقعدش ان شاء الله نتصل. امسك التمرين مكاني بقى. ان شاء الله. لا تعليق على القرعه وخبرات حضرتك لازم تكون معانا يا كابتن طارق ان شاء الله باذن الله لحد القادم. ان شاء الله يا كابتن طارق. كابتن طارق محروس القامه الكبيره ومدير فني الفريق الاول لكره اليد، بنشكر حضرتك كابتن صابر. يمكن الحوار عدى سريعا واستمتعنا جدا، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا وجودك معانا، ونتمنى لحضرتك كل التوفيق. والله سعيد جدا كابتن حسام بوجودي معاك والله بجد يعني، واتمنى اكون ضيف خفيف على المشاهدين، واتمنى اكون معاك الموسم الجاي ان شاء الله، ويكون معايا بدل الكاس معايا اثنين ان شاء الله. ان شاء الله كابتن احنا واثقين يعني، بعود جمهور الاهلي ان احنا هنبذل اقصى جهد عندنا ان شاء الله عشان نوصل على الدوري والكاس ان شاء الله. واحنا مصدقين حضرتك ومنتظرين باذن الله الموسم القادم، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن. شكرا كابتن، شكرا كابتن. كاس جديد وبطوله جديده تدخل دولاب النادي الاهلي، وهذا هو النادي الاهلي، قصه جديده وبطل وبطوله، مش هنقول بقى بطل، بطوله جديده داخل النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعه، انتظرونا يوم الاحد حلقه مهمه ان شاء الله هنعلق على احداث القرعه والفرق ومجموعه مصر، انتظروا حلقه الاحد القادم. شكرا جزيلا.